ان النادي الاهلي مش هدفه في قطاع الناشئين البطولات، مع ان النادي الاهلي هو صاحب الرصيد الاوفر من البطولات في بطولات الجمهوريه في كل قطاع الناشئين. يمكن السنه دي كمان كسبانين ثلاث القاب، صح؟ حقيقه من خمس بطولات جمهوريه النادي الاهلي فاز بثلاثه، والاهم عندنا تملي بنبص التصعيد للفريق الاول ودعم الفريق الاول. طيب انا عايز بس انشط ذاكره الساده المشاهدين. الموسم اللي فات انا عندي 14 لاعب بيلعبوا اساسيين في الدوري الممتاز من اعارات من قطاع الناشئين في النادي الاهلي، مدخلين للنادي الاهلي كام؟ لا يقل عن 30 مليون جنيه. نستعرض الاسماء كده مع بعض سريعا. نستعرض محمد مغربي، احمد سيد عبد النبي، عمار حمدي، محمد نصير، العربي بدر، عبد الرحمن مانو، احمد اشرف، زياد طارق، مصطفى البدري، محمد حمدي، احمد سيد غريب، مصطفى فوزي، فهد جمعه، محمد ياسر. محمد ياسر اللي احنا عرضنا الهدف بتاعه ومعار للنادي في التشييك. بسم الله ما شاء الله، عندك 14 لاعب اعاره من قطاع الناشئين في النادي الاهلي. فتيجي تقول لي اصل قطاع الناشئين ما بيطلعش لعيبه، لا دي اللعيبه دي كلها. وعندك في الفريق الاول موجود دلوقتي حاليا زي ما قلنا حراس المرمى الثلاثه اللي مع قائد الفريق محمد الشناوي، وعندك محمد عبد المنعم من ولاد الاهلي، محمد هاني من ابناء النادي الاهلي، وعندك من الصاعدين جداد اللي اثبتوا وجودهم واستغلوا الفرصه كابتن الفريق ورامي ربيعه وغيره ومحمد عبد القادر وغيره اسماء مش لا حصر لها. ولكن هتيجي تقول لي اللعيبه، طب انا ما هو في احمد نبيل كوكا، بسم الله ما شاء الله مستقبل خط النص في مصر. مستقبل خط عجبك اداؤه مع المنتخب الاولمبي كمان مليون في المية، كاس الامم الافريقيه كانت فرصة ان هو يثبت وجوده ويثبت جدارته باللعب مع الفريق الاول. مسألة اللعب والاستمرارية دي بترجع لظروف تانية، ظروف تانية خالص، ظروف المسابقة، ظروف المدير الفني طبعا انت يديله في الوقت المناسب. ولكن على سبيل التصعيد، لا انا عندي التصعيد، وانتوا كجماهير للنادي الاهلي اللي بتقولوا انتوا اللي بتطالبوا بلعيبة النادي الاهلي زي احمد ياسر ريان، ما هو ده من قطاع الناشئين، زي محمد شكري، ما هو ده من قطاع الناشئين، وغيره. لو عديت الاسماء مش هنخلص النهارده، الاسماء بسم الله ما شاء الله اسماء كل. وانت بتتكلم على الاسماء معانا دلوقتي بيعرضوا صور محمد مغربي وكل اللعيبه اللي كانوا اعارات السنه اللي فاتت. انا عايز اقول لك ان قطاع الناشئين انا تحديدا في فرقه مواليد 2005 دي فرقه متابعها كويس جدا. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، فيها اكتر من لاعب، يمكن تصعد منهم كمان والناس شافت معتز محمد السرد باك اللي لعب واثبت وجوده مع الفريق الاول ده مواليد 2005. معاه كمان تم تصعيد بعض اللعيبه زي محمد زعلوك المهاجم ومحمد كباك لعيب كويس جدا، وبغير دول كمان في ناس لسه في الطريق. يعني لو خدوا الفرصه وتصعدوا الفريق الاول زي عمرو خالد بيبو، حاجة كده قريبة من أبوه، وكمان يوسف سيد عبد الحفيظ برضو حاجة بسم الله ما شاء الله، يعني غير ده كباقة، ده النادي الأهلي اشتراه السنة دي من وادي دجلة، برضو واحد من العناصر المبشرة في نص الملعب. وعندك كمان يوسف عفيفي ابن مخرجنا محمد عفيفي، وعندك كمان فارس خالد عبد اللطيف ده لعيب برضو ارتكاز على الدايرة بسم الله، وفي بستانجي راح إعارة سموحة، وستانجي ايمن واحد من اللعيبه المميزه ايضا في الفرقه دي. الفرقه دي بصراحه مليئه بالمواهب. وبعدين محمد رأفت كمان واحد من هداف الفرقه، دي حاسمين الدوري ايه بفرق بسم الله ما شاء الله على صعيد الفريق الاول. طب عايز اسالك سؤال بقى، انت راجل صحفي كبير وشغال في المهنه دي بقالك سنين، وانا كنت بستعرض مع الاستاذ محمد صادق من شويه ارشيف الصحافه وبيأرخوا فتره الناشئين. ليه دلوقتي الصحافه خاصه المصريه مقله في حته الناشئين والصحف الكبيرة تخصص صفحات للناشئين؟ هل ده موجود بكثافة زي زمان؟ لا طبعا. ولا ده اختفى شوية؟ لا طبعا، هو كمان هي مسألة مش في مسألة الصحافة نفسها، الصحافة المطبوعة السوق بتاعها بقى صعب جدا في ظل الصحافة الإلكترونية. الصحافة الإلكترونية اكتسحت، السوشيال ميديا بقى هو الأساس، الويب سايت بقى هو الأساس، فبالتالي كل التركيز على النجوم والفريق الاول وكده. اتمنى ان حد يعمل حاجه متخصصه في موضوع قطاع الناشئين، لكن انا شخصيا في وجودي بره مصر بتابع
من كويس. خلال صفحات النادي الاهلي للشباب مكتوب صفحات النادي الاهلي بتعرض الماتشات وبتعرض اللقطات وبتعرض النتائج اول باول. بسم الله ما شاء الله. عندك في فريق 2006 كمان في حاجتين، في جوهرتين عندنا في 2006. عندنا حسام عادل الهداف، حسام وابراهيم، حسام وابراهيم بس بس حسام بقى كمان اللي هو الفرويد ده بسم الله ما شاء الله، ده بقى انتظروا عماد متعب الجديد حقيقة. وكمان عمر سيد معوض يعني موهوبتين في قطاع الناشئين، فبسم الله ما شاء الله. متابع جيد لا ما لازم طبعا اي حاجة.